محليا نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية عزب العرب التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 14 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات جرحى لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة. قافل ان هي بتوصل للمريض في مكانه والحد عنده عشان نسهل على اهلنا من كبار السن والاطفال الاستفاده من الخدمات الصحيه المقدمه من خلال القافله. معانا النهارده في القافله 12 عياده تخصصيه، تخصصات طبعا مختلفه زي البطنه، الاطفال، الجراحه، العظام، الانف والاذن، الاسنان، الجلديه، النساء، تنظيم الاسره كمان موجود معانا. كل خدمات القافله خدمات مجانيه من اول قطع التذكره اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه. برده من خلال القافله في نهايه دوره المريض في القافله المريض بيتوجه للصيدليه اللي فيها اكتر من 150 صنف دوائي بيغطوا كل التخصصات الطبيه الموجوده معانا، وبيصرف دواء من الصيدليه بالمجان. برضو المرضى اللي بيحضروا القافله لو هم محتاجين استصدار قرار علاج على نفقه الدوله بنسهل عليهم استصدار القرار ده. شرفنا النهارده بوجود القافله الطبيه العلاجيه ضمن مبادره سياده الرئيس حياه كريمه في قريه تفتيش السرو في منطقه عزب العرب. المنطقه هنا تبعد بينها وبين اقرب مستشفى اكتر من 15 كيلو، فشرفنا بوجود القافله الطبيه لخدمه اهالينا هنا. القافله بها معظم التخصصات اللي الاهالي بتحتاجها، وكمان خدمه الاشعه والتحليل، المعمل موجود، جمعيه التحاليل موجوده، ولو في حالات بتحتاج بتتحول لاقرب مستشفى لاستكمال العلاج بتاعها. موجود فيها علاج وفيها الأشعة، ونتمنى أنها دايما تكون موجودة لأنها بتساعد ناس كتير، وده حاجة كويسة جدا لنا ولأهالينا وللبلد. فيها عظام وبطنة ومخ وأعصاب وناس كويسين ومحترمين، فيها أطفال وكبار، ويعني حاجة جميلة وعملوا اللازم لينا، وناس حاجة مشرفة، ناس محترمين جدا طبعا، وفي استقبال جامد من الدكاترة واحترام، وبسمعوا مننا برضو كشف نضيف طبعا، وجمال العلاج متوفر هنا. نشكر القافلة الطبية أولا على اللي هي بتعمل المجهود اللي هي بتعمل دي، ونشكر الناس اللي قايمين عليها كلهم، الناس الدكاترة والناس اللي ماشيين على يعني اللي بقوموا بجميع التخصصات، يعني الناس ماشية بجميع التخصصات يعني.